الحمد لله، اليوم دبي أصبحت منصة ومنارة لاستضافة الفعاليات الدولية والعالمية، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد تم الإعلان عن التوسعات في مركز دبي للمعارض من 46 ألف متر مربع إلى 180 ألف متر مربع على 3 مراحل. والخطة هي طبعا أو الفكرة أو الاستراتيجية اللي درسناها عملناها أن نوسع القطاعات الرئيسية. طبعا عملنا دراسة كاملة وشاملة على جميع القطاعات اللي موجودة مع المنظمين، وعملنا مقارنة مع المعارض الدولية الموجودة والتوجيهات اللي عندنا من الحكومة واستراتيجيات في بعض القطاعات ودعمها للقطاعات هاي. فمن هذا طلعنا انه اوكي محتاجين معارض مساحات اكبر، خاصه ان قطاعنا يعني مربوط بعده عوامل، لكن العامل الرئيسي بالنسبه لنا المساحه والوقت. واحنا في مركز دبي التجاري اليوم مكتفين، ما عندنا مساحات ولا عندنا قاعات يعني اضافيه ان نوسع المعارض الموجوده او نستقطب معارض جديده. طبعا استراتيجيه المؤتمرات مختلفه شوي، لان فيها البيدنج بروسيس مالها من 2 إلى 10 سنين. فاليوم عندنا في جدول في جدولنا جدول المعارض خاصه المؤتمرات عندنا اكثر حجوز، عندنا حجوزات ل 2039 للمؤتمرات، لان المؤتمرات استضافتها مختلفه شوي، محتاج انت دعم المدينه، دعم القطاع نفسه، ودعم الخدمات الموجوده. واحنا ننضم الى الخدمات من ضمن الخدمات 2023، لان ارقام 24 بعد ما وصلنا لها، ما خلص ما سكرنا السنه، بس 2023 كان الناتج المحلي السنوي 18 مليار درهم. التوسعات هاي اللي بتكون هنا موجوده بتساعدنا وبتفيد المعارض اللي موجوده انها تتوسع، زائد انه ان نستقطب معارض جديده. الحمد لله ان شاء الله يعني 2026 تم الاعلان بالامس عن الاير تاكسي، فبيكون مغطي موضوع المواقف ايضا. بس لا، عندنا مشروع طبعا موضوع المواقف، عندنا تقريبا راح نخصص تقريبا من 7000 الى 10000 موقف للسيارات، زائد المترو اللي عندنا اللي يعد طبعا الاكبر على مستوى مدينة دبي. وطبعا جربنا المترو خلال اكسبو، جربنا المترو خلال كوب 28، والحمد لله. توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وباستثمارات تبلغ 10 مليار درهم، تم البدء بمرحلة التوسعة مركز دبي للمعارض، حيث أن يقع المشروع في منطقة مدينة إكسبو، ويعتبر حلقة وصل لمنطقة إكسبو والمناطق المجاورة لها. في مرحلة التصميم خدنا بالاعتبار الاستفادة القصوى من البنى التحتية المجاورة للمشروع بما فيها شبكة الطرق وخط المترو، وقربنا من مطار المكتوم. المشروع يمتد بطول 1.2 كيلومتر وأكثر من 1,000,000 متر مربع من مساحة البنى الإجمالية، و 180 ألف متر مربع من المساحات المخصصة للمعارض. وإن شاء الله باكتمال المشروع بنكون ساهمنا بخطة دبي الحضرية 2040.